جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول: أنا شاب عندي نزيف في اللثة وهي تنزف من صغري، وأثناء الوضوء تنزف وبعد الوضوء كذلك، مع أنني دائما أستعمل السواك وأحيانا تنزف بعد الوضوء، كيف توجهونني وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. الدم اليسير من النساء أو غيرها لا يضر، إذا كان نزفا يسيرا أو دما يسيرا إنه لا يضر ولا يخل بالوضوء، عليك أن تغسل هذا الدم من فيك ووضوءك صحيح إن شاء الله، لكن عليك أن تجتنب الأشياء التي تثير خروج هذا الدم، تستعمل السواك ولكن برفق وتحفظ من أن يجرح لثتك أو يسبب خروج الدم، تستعمله برفق. وكذلك تتحرى السواك اللين الذي لا يجرح الفم ولا يسبب خروج الدم. نعم.